حقق المنتخب الوطني للخماسي الحديد ذهبيتين وبرونزية في منافسات فردي وفرق الشباب تحت 19 عاما في بطولة العالم للخماسي الحديد للشباب والمقامة في إيطاليا، ووصلت ميداليات مصر في البطولة إلى 8 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين. أعلن اتحاد الكرة عن تعيين أيمن عبد العزيز مدربا مساعدا ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت قيادة المدير الفني البرتغالي راي فيتوريا، ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه منتخب الفراعنة لخوض أول معسكر تحت قيادة فيتوريا، سيستمر في الفترة من 13 وحتى 27 من سبتمبر الجاري. خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ميرانه الأول تحت قيادة المدير الفني الجديد مارسيل كولر على ملعب مختار تتشي بالجزيرة، وحرص كولر على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق الميران. شهدت الحديث عن استراتيجية العمل الخاصة بالفريق خلال الفترة القادمة بعد توليه المسؤولية والقيادة الفنية بشكل رسمي. هذا وقد خاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في بداية الميران، وأدى حراس الفريق مرانا تحت قيادة المدرب لحراس المرمى ميشيل يانكون. فاز ريال مدريد على ضيف ريال مايوركا بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة من الدوري الأسباني، وبهذا الانتصار استعاد ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد ريال مايوركا عند 5 نقاط في المركز 13. تعادل أتلانتا مع ضيف كرومينيزي بهدف لمثله في الجولة 6 من الدوري الإيطالي، وبهذا التعادل حافظ أتلانتا على المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما احتل كرومينيزي المركز 18 برصيد نقطتين. انتهت جولتنا الرياضية مشاهدينا الكرام، لكن التسعة ما زالت مستمرة ونعود فيها لاستكمال ما تبقى مع الزملاء. شكرا لك مصطفى.